المهم بدايات الشوط الثاني اكيد لازم الهدف الرابع يا كابتن عشان ما تدخلهمش في الجيم ثاني. كابتن بلال، اسباب تقدم النادي الاهلي وظهوره بالمظهر الرائع ده الشوط الاول؟ اولا يعني احنا في صدد ان احنا نشوف ان شاء الله سته ثانيه يعني في ماتش النهارده. ثلاث اهداف الشوط الاول، اداء جيد جدا جدا جدا. كابتن علاء اتكلم في نقطه مهمه جدا، هي وقفه لعيبه النادي الاهلي وطريقه اللعب نفسها، طريقه اللعب المختلفه شويه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل الماتش. قلنا طريقه اللعب الهجوميه 3 4 3، بتلعب بثلاثه سنتر باكس الثلاثه، حمدي فتحي بيقوم بدور مش الليبرو، بيقوم دور كانه برضه مساك. الاربعه الاثنين الباكين بيلعبوا كانهم وينجرز النهارده، وعندك الاثنين صانع الالعاب مجدي قفشه وميكسوني، وبيرسيتاو المتالق النهارده بتحركاته الجيده جدا جدا. استغلال الفرص مهم جدا. يا ريت تنزلوا لنا ارقام بيرسيتاو الشوط الاول، يا ريت. استغلال الفرص مهم جدا جدا. المهام الوظيفيه اللي بيأديها لعيبه النادي الاهلي النهارده دفاعيا وهجوميا، وباكد على كلمه دفاعين النهارده، وقفتك الدفاعيه رائعه جدا 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 زي ما اتكلمنا قبل الماتش وسالتني قلت لك احنا بنلعب في الحاله الدفاعيه 4-5-1، مفيش فرصه لعيبه النادي الاسماعيلي للاختراق. لعيبه النادي الاهلي متمركزين بشكل جيد، الرقابه بشكل جيد جدا جدا جدا، التحول السريع واللي بيساعدك فيه تاو بيرسي تاو في النقله بتاعتك الهجوميه عاملها النهارده بشكل رائع جدا 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 جدا. الربط اللي ما بينه وما بين قفشه النهارده وميكسوني عاجبني جدا. صحيح. الربط اللي ما بينهم النهارده في ربط رائع جدا. مجدي قفشه النهارده 3 اسيست، يعني النهارده هو اللي عمل كره البنالتي، هو اللي صنع الهدف الثاني، هو اللي صنع الهدف الثالث، لعيب رائع جدا. لانه دايما يا كابتن يعني احنا شفناه مره واحده بس او مرتين ثلاثه، مرتين بيستلم من على اللاين من بره من على الخط، بقيه اللعب بيحاول ان هو يضم يبقى جنب او قريب من تاو وقريب من ميكسوني. عاملين مثلث رائع جدا جدا. عجبني النهارده دور اليو ديانج في الملعب والضغط اللي بيعمله. صح. على طول باستمرار في نص الملعب. عجبني دور السوليه. حمدي فتحي تلقائي في الحاله الدفاعيه، بيقوم راجع وبيقوم بيلعب بيقوم بدور المساك او السنتر باك. فلعيبه النادي الاهلي النهارده في تنظيم جيد. ممكن يكون لعيبه النادي الاسماعيلي يعني الاداء الدفاعي بتاعهم قليل، ولكن انت الضغط اللي عامله، التحركات اللي بتشتغل عليها النهارده، التنظيم اللي انت عامله في الملعب. في حاجه ثانيه يا كابتن بلال، روح وشخصيه لعيب النادي الاهلي طبعا موجوده النهارده فعلا، موجوده وبشكل كبير. افتقدناها كنا من فتره لكن النهارده موجوده بشكل كبير. الضغط اللي انت بتأديه. نعم، سرعه التهديئ يعني الفرص اللي جت، استغلال الفرص. لا، وكمان في حاجه مش مهمة. ما كانتش بتبقى موجوده قبل كده يا كابتن. احنا دايما كنا نجيب هدف ونرجع لورا. مظبوط. نجيب هدف ونرجع لحاله دفاعيه. النهارده انت بتجيب هدف وبتسعى انك تجيب ثاني، جبت الثالث طب بتسعى انك تجيب الثاني. طبعا يعني النهارده بتشتغل بفكره مختلفه. أيوة. او بفكر مختلف ان انا عايز اقتل الجيم. يعني كنا زمان كنا كابتن علي لو تفتكر كنا دايما دول مشكله النادي الاهلي انك بتتعادل، انك انت يعني الاهلي دايما احنا ما كناش متعودين انك تكسب وتتعادل. تكسب النهارده لا، النهارده الامر مختلف، انك تكسب وعايز تكسب وعايز تقتل الجيم. ففرصه النهارده جيده بالنسبه لعيبه النادي الاهلي انه يعملوا هيف سكور في بدايه الدوري العام، تبقى انطلاقه جيده جدا. والفرق دايما اللي بتبتدي بشكل قوي بتفنش بشكل خاص.